طيب انتوا شايفين الورود؟ بص بقى معايا الناس اللي معاها لابتوبس وحتى اللي عنده مات لاب يفتح بقى وايه يعني ممكن نعمل شويه اشياء. ما معكش المات لاب دلوقتي مفيش ادنى مشكله، يعني الكلام ده كده كده هيتبعت لكم صح؟ خليك تشغليها تكون معاك. فاي ستبس انا بقولها كده تقدر انت تنفذها في البيت مش كده؟ بس خلينا ايه نتكلم شويه. هو في ناس قطرت مش اللي بتشبيها كده 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 صح؟ يعني هتبقى معاك والستبس اللي ماشيين عليها دي تقدر انت تنفذها صح ولا ايه؟ تمام؟ كويس تمام؟ ده مهم جدا ليه؟ لان انت لما يكون معاك ماتلاب ونمشي على الستبس دهيت هنغير الشكل بتاع ماتلاب شويه، هنسهل الدنيا على نفسنا شويه عشان نخلي العمليه ايه؟ سهله وبسيطه كده وحليف انت قاعد تبرمج ماشي؟ نعم مش بالسامع هتبعت لنا الكود الكود؟ اه انا عندي سؤال تاني معلش نعم اتفضل خلاص انا بتاعتي مش هتخلى كده بايثون ولا ماتلاب؟ بايثون تمام بايثون. بص احنا عملنا ايه؟ احنا هنشرح كونسبت زي ما شرحنا الديزاين والديزاين انت عارف الديزاين بيجي منين؟ طبعا حاجه انا هطبق انا هطبق على ماتلاب ماشي. الكونسبت اللي احنا شرحناه حولناه لكود انت تحوله بايثون ماشي. وعلى فكره انت لو عندك يعني اريحيه ونفسك تبص على كودز ثانيه ولا حاجه في بعض كودز من الليكتشرز لسه جايه انا برفعها برده على جيت هاب ماشي. فممكن ابقى احط لكم اللينك برده في السلايدز ولا حاجه ماشي. يعني لو انت حابب مثلا انت راجل في الكودينج عايز تبص على الحاجات الجايه مفيش ادنى مشكله تكون تبص على الحاجات من اخر ليكتشر النهارده ماشي لو انت حابب ماشي. فالامر طبعا يرجع لك جميل. فالكودز دي كلها هتكون معاك براحتك تمام. ادت في الكودز اللي هي لحد ما تفهم الدنيا شير مع اصحابك اعمل اللي انت عايزه. المهم افهم الكونسيبت واحنا عايزين نقول ايه في الكودز دي ماشي. في اي حد فتح طيب ولا هنطبق لما نروح؟ ممكن تمام كلنا بناخد الماتلاب لسه يعني في اثنين جابوا الماتلاب واحد وشغل البرنامج يعني انا اروح اجيب نسخه الترايل علشان نقعد مع بعضينا قعده عرب دوب انتوا مكركين في الكتاب وعمالين توزعوه لا مش مكركين مش مشكلة أنا بهزر عادي. تيرو رولس النسخة دي متكركة؟ متكركة؟ طيب خلينا نبص كده ماشي. بص يا شباب أول ما تفتح ماتلاب ماشي هتلاقي إن أنت عندك فيه كذا ويندو ماشي. الناس اللي ما اشتغلتش فيها أو اشتغلت سريعا ماشي. من الحاجات اللطيفة في ماتلاب إن أنت تقدر إن أنت تغير البوزيشن بتاع كل الويندوز اللي قصادك. يعني في عندك الإيديتور ماشي. الإيديتور ده هو المكان اللي أنت تكتب فيه الكود بتاعك. وفي عندك مجموعة من الكوماندز ممكن تحطها تمام. عندك الكوماند ماشي. طيب انت ممكن تعمل ايه ببساطه؟ ممكن ان انت المكان بتاع الويندو دي مش عاجبك مش حاسس ان انت مش شايف كويس فتعمل ايه؟ تقوم واخدها كده ونازل بيها في اي مكان ماشي. فانت عندك اريحيه كامله ممكن تحطها هنا ممكن تحطها في اي مكان ماشي. اقول لك بس على شويه حاجات بسيطه انت تعملها علشان ايه؟ انا عارف ان احنا دايما بنبقى تركزنا على السيرفرز وتركزنا على معرفش ايه بس عايز اقول لك ان في حاجات بسيطه جدا. الحاجات البسيطه دي لما انت بتعملها ممكن تسهل لك الدنيا اكتر ماشي. طيب شايف الكراسي هنا ده يعني قصيره بشكل بشع انا حاسس ان انا بغطس. طيب عندنا ايه تاني؟ تعالى مثلا نعرف فاريبل معين ماشي. بص هنا ما عندناش داتا تايب ماشي. هو الواحد هيعرف الاكس ده مثلا ممكن يبقى ماشي. طيب في بعض الاختصارات اللطيفه
جدا اللي انت لو عرفتها هتخلي الكودنج بتاعك سهل قوي. يعني بص معايا، شايف الاكس دي؟ دلوقتي الاكس دي انا عايز اشوف الفاليو بتاعتها. فنفترض مثلا الاكس دي كانت عباره عن اري طويل قوي، ماشي؟ فانت مش عارف تشوف الفاليوز بتاعتك كلها هنا، تمام؟ فكل اللي انت ممكن تعمله اللي انت تدوس على كنترول دي. كنترول دي فتح لك مكان بتاع الفاليوز، ماشي؟ بتشوف فيه كل الفاليوز اللي موجوده عندك، وقال لك ان الاكس ده الفاليو 3.1، ماشي؟ بدوس على ايه؟ كنترول دي. حلو الكلام؟ جميل جدا. ايه تاني؟ شايف الورك سبيس دي؟ الورك سبيس دي اول لما تفتح ماتلاب لاول مره هتلاقي الورك سبيس دي واخده مكان عنده، يعني هتلاقيها في الشاشه عنده. انا بحب مينيمايز الورك سبيس دي، فهتلاقي عندك اوبشنز هنا انت ممكن تستور، ممكن تمينيمايز وهكذا، ماشي؟ فانت ممكن تمينيمايز الورك سبيس عشان تخلي الدنيا عندك ايه؟ عباره مثلا عن الاديتور وعباره عن الكوماند منيو. والكارنت فولدر برضه ممكن تمينيمايز الكلام ده، ماشي؟ فدي بعض اوبشنز لطيفه كده في ماتلاب. جميل. طيب طبعا عشان الريزولوشن عندي هنا قليل قوي، ماشي؟ الشاشه كمان مكبرها فانت مش شايف الانيبلز اللي هنا، تمام؟ فده هو ظاهر تحت يعني، بس عندك طبعا الشاشه عندك هيكون لونها افضل بكتير، ماشي؟ ده هوم، ماشي؟ فانت ممكن تخش على هوم هنا وتعمل حاجات برضه ايه لطيفه. للاسف هو بقى عندي ماشي على خالص، فانت هتلاقي هنا بريفرنسز دهيت هتبقى ظاهره عندك على طول، مش لازم هتخش في انفايرمنت يعني، تمام؟ فانت تخش على هوم بريفرنسز هتلاقي ان انت ممكن تقدر حاجات كتير قوي، ماشي؟ هتلاقي مثلا انت ممكن تغير الفونت، ممكن تغير الكالرز بتاعت المكتب، ماشي؟ فانت ممكن شايف الشكل ده هو الشكل العادي اللي هو الايه؟ المود اللي هو اللايت، ماشي؟ فانت هنا ممكن ان انت تغير الشكل ده تماما، ممكن ان انت تغير الشكل ده تماما براحتك، وممكن تخليه دورك يعني تغير بس الالوان دي باي لون انت عايزه، هو كده هيبقى معاك دورك على طول. يعني الالوان ايه؟ تختار الالوان ايه مريحه لك. جميل. فدي طريقه بسيطه بس عشان ايه؟ تخش ماتلاب وتجدد شويه حاجات لو انت حابب. جميل. طيب انت دلوقتي في حاجه مهمه قوي في ماتلاب، ايه هي؟ في مجموعة من الاختصارات الحلوة اللي احنا نكون عارفينها. فممكن مثلا نبص على جوجل ريفرنسز برضه، نبص على كيبل وبعد كده شورت كاتس. هنا انت دخلت على كل الشورت كاتس بتاعت ماتلاب، ماشي؟ فانت هتلاقي دي حاجات اصلا بت يعني هتلاقي مثلا في اف 5 مثلا دي بتديبج او بترن الكود بتاعك، ماشي؟ لحد ما توصل لبريك بوينت معين معايا. فدي مثلا حاجة مهمة وظيفة خالص. أنا عندي هنا كنت مغير الـ F1، أول لما هتبريس الـ F1 هيطلع لك هو شورت كات إيه؟ ماشي؟ ولكن مثلا الحاجة اللي عندي دي F5، كل اللي بقى بتاع الكيبورد دلوقتي هبريس F5 بس، هو كده قرا إن إيه F5 فبيشوف هي بتعمل إيه. جميل؟ فنصيحة، بص على الكلام ده، اعمل شوية شورت كاتس كويسة ليك. انا شخصيا بستخدم F1 علشان اران الكود، F2 علشان اران سيلكشن، ماشي؟ الكلام ده مهم خلي بالك، ماشي؟ هنشوف يعني ايه تران سيلكشن، ماشي؟ و F3 علشان اران عشان استرب، ماشي؟ يعني ايه استرب؟ يعني تمشي على الكود 1 لاين، ماشي؟ فاسترب 1 لاين بس، ماشي؟ دي حاجة مهمة قوي. تمشي في F1، F1 من بريك بوينت لبريك بوينت أو ترن البروجرام كله F1، ماشي؟ F2 عشان ترانسليكشن. يعني إيه ترانسليكشن؟ يعني الماتلاب يعتبر سكريبتنج شوية، يعني سكريبتنج شوية. يعني أنت مثلا لو بتكتب على جوجل مثلا أو أي حاجة زي كده أنت تقدر تعمل بلوكس وترن البلوكس دي، صح؟ طيب ماتلاب أنت ممكن اللي أنت هتسلكت، ماشي؟ وترن السلكشن، ماشي؟ فايه F2 اعملها شورت كات عشان تراي بي سيلكشن، ماشي؟ F3 عشان تستبق ايه؟ لاين باي لاين. طيب ده كلام بسيط. ايه تاني ممكن
ان انت تعمله هنا في اوبشن بسيط برضه في هتلاقي برضه ريفرنسز وبعد كده هو اديتور والديباجر هتلاقي حاجه اسمها ديسبلاي جوه ديسبلاي هتلاقي في حاجه اسمها انيبل الداتا تيبس الاديت مود تمام دي معناها ايه؟ دي معناها ان انت وانت بتديباج الكود بتاعك لو انا وقفت الكود بتاعي عند بيت بوينت ماشي وقفت الماوس بتاعي على اي فاريبل هيعرض لي الفاريبل ده فيه يعني هنت للفاريبل تعالى نشوف بص انا هكنسل دلوقتي ماشي يعني مش هعمل حاجه خالص احنا قلنا ان هي سكريبتنج ماشي يعني انا مش شرط ان انا املى الفايل بتاعي ده بكود وران يعني انت مثلا هنا قمت قايل اكس ايكوالز 1 لحد 10 مثلا دي هنا هتعمل لي اري ماشي من 1 لحد 10 جميل والستبس بتاعته لينير كل مره بيزيد ب 1 ماشي وانت ممكن تحط الستبس هنا لو حابب يعني انا ممكن احط الستبس في النص هنا جميل طيب انا دلوقتي عايز اران اللاين ده علمت عليه ودلوقتي هران سيلكشن قلنا هران سيلكشن ب F2 حطيت الشورت كات اللي هران سيلكشن ب F2 راح عمل ايه؟ عرضني الفاليوز دهيت والستيب بتاعته ايه؟ هاف لان انا حطيت هنا الستيب هاف في مشكله في الكلام ده؟ تمام؟ طيب خلي الستيبس بتاعتي كده وخلينا نرن الكلام ده تاني طلعه لي من 1 ل 10 معايا؟ بس اللي انا بقوله لك في موضوع الداتا دي عباره عن ايه؟ لو انا وقفت على الاكس هل انت شايف حاجه؟ شايف؟ انا دلوقتي واقف على الاكس مش لاقي صراحه حاجه انا واقف على الاكس مش شايف حاجه مظبوط؟ الداتا دهيت حلاوتها ان في ماده فرصه سيمي كولون عندك اوبشن يعني انا ممكن احط سيمي كولون معناها ان انا مش هعرض الفاريبل اللي هو اكس ماشي مجرد هيكسكيوت اللاين يعني انت اكس ما طلعتش دلوقتي تمام؟ طيب فانا حلو برضو ان انا اعمل حاجه من الاثنين ممكن ان انا معلم على اكس ده ودايس كنترول دي عشان افتح الفاريبلز مش كده؟ وساعتها تلاقي كل ايه؟ الفاريبلز بتاع الاكس جوه جميل بس في نفس الوقت يبقى حلو قوي لو انا ممكن ادوس اي حاجه الدنيا ظهرت معايا على طول فده اللي ممكن نعمله هنا انت ممكن من بريفرنسز بعد كده اديتور ديسبلاي تنيبل الاوبشن ده ماشي ان شاء الله يشتغل انا بعمل الكلام ده لاول مره بعمل كده ماشي بس اول ما هضغط على الاكس طلع لك ايه؟ الفاليوز بتاعتي ماشي فده اوبشن لطيف جدا خد بالك انا بقول لك الكلام ده ليه برضه احنا ممكن ندي اساينمنتس على طول الكلام ده وانت تروح تشوف ايه تويتس وحاجات زي كده وتعرف تعمل اساينمنت والكلام حلو ماشي بس عايز اقول لك على شويه حاجات بسيطه كده انت ممكن تعملها تسهل عليك الدنيا ماشي والتيتوريال اللي انت هتبص عليه ممكن يبقى ايه؟ داخل في الموضوع على طول مثلا. ماشي؟ لكن في حاجات انت ممكن مش هتسيرش عليها، يعني مش عارف ان هي موجوده. فاهمين قصدي؟ يعني انت مثلا ما تعرفش ان الداتا ده موجوده، انت هتهتم اكتر بالكود اللي انت عايز تعمله. ماشي؟ فمش هتعرف ان دي اصلا موجوده في الكود، فمش هتسيرش عنها. فدي ساعات بتكون مشاكل ان انت ايه؟ مش عارف اصلا ان حاجه موجوده مش اوبشن اصلا، فمش هتسيرش عنها فمش هتعرفها. طيب تعال نشوف ازاي نديباج الكود بتاعنا هو يعني ايه ديباج الكود اصلا؟ جميل انت ممكن تمشي على الكود بتاعك ستيب باي ستيب تمام علشان تتاكد ان الكود بتاعك تمام ماشي تمشي على الاكسكيوشن بتاعه علشان تشوف كل لاين هيطلع لي ايه الفاليوز هتتغير ازاي وتعرف الايرور جايه منين صح؟ طيب من الحاجات الحلوه قوي في ماتلاب ان هو مقفول على بعض يعني يعني تقريبا طول ما احنا شغالين انت هتسد بس الكام تول بوكس اللي احنا محتاجينهم ماشي وبعد كده تقريبا مش هتحتاج اي حاجه يعني غالبا مش هتلاقي ايرور مثلا او حاجه الفيرجن مثلا بتاعت التول بوكس اللي هي مش نافعه والكلام ده نادر جدا ماشي على خلاف مثلا البايثون كل شويه هتنزل باكج معينه في حاجات الفيرجنز بتاعتها ممكن تضرب مع فيرجنز ثانيه كلام ده ماشي مقفول على نفسه شويه
طبعا في مشاكل اخرى يعني ان هو في فلوس وفي لايسنس والكلام ده، ولكن هو مقفول على نفسه ده اللي هيسهل الكودينج ان شاء الله. انت مش هتفضل تدور على ايرورز خاصه بيه هو شخصيا. جميل. طيب خلينا نبص مثلا على الكود ده ونشوف انت دلوقتي عايز تواجه الكود بتاعك. بمنتهى البساطه تقدر ان انت تحط بريك بوينت. البريك بوينت دي عباره عن مكان معين، لاين معين انت عايز تقف عنده. فانت دلوقتي عايز تراني الكود بتاعك ده لحد اللاين ده. ماشي. احنا مظبطين الاكسكيوشن بتاعنا بالف 1. ماشي. كل انا هدوس عليه اف 1. شايف عمل ايه؟ ماشي. وقال لك انا نايم عند اللاين ده دلوقتي واقف عند البريك بوينت. ماشي. يعني ايه؟ يعني هو نفذ السطور اللي قبل. فلو بسيط ادي فاي زيرو وادي اف 1 وادي التي بتاعتك اللي انت حطيتها وهكذا. في اي مشكله في الكلام ده؟ هو بيرن السطر اللي انا حاطه فيه البيت ولا ما بيرنش؟ لا ما بيرنش السطر اللي انت حاطه فيه. تمام. يعني هو هيقف لحد ايه؟ قبل السطر. جميل. طبعا. فانت دلوقتي عرفت ازاي تحط بريك بوينت. الموضوع مفيش اسهل من كده. عندك نمبرز للاينز مجرد بتدوس بس وتحط السطر. وانا لو عايز انقل اكتر من سطر سلكشن ينفع ولا ينفع؟ ينفع برضه. ماشي. يعني انت عايز انت بتقول كسلكشن صح؟ اه. طيب خلينا اعمل ايه؟ ستوب الديباجنج. ستوب الديباجنج زي شيفت والزرار اللي انت عامله للديباجنج. انا عامل هنا اف 1 يبقى شيفت اف 1. ماشي كده. هو فين الباشمهندس اللي كان بيعمل اللاب بتاعه ويصلحه؟ كان في حد المره اللي فاتت هو تقريبا مش موجود المره دي. تقريبا اللاب ما اتصلحش. ايه؟ حد يطمننا على الراجل يصلح اللاب ولا ايه؟ ماشي. بس هو قال ان اللاب بتاعه نفس اللاب وعنده مشكله في الديبورد برضه نفس المشكله اللي عنده. عشان كده انا عايز اطمن عليه. طيب المهم فانت دلوقتي بتستخدم شركه نفس الدولار اللي انت حاطه ليه الديباجنج او الرابط. ماشي. بيعمل ايه؟ بيفوت الديباجنج. ماشي. بيستوب الديباجنج. حلو. طيب الكلام ده ايه؟ انت عايز ترن نفس الكلام ده زي باشمهندس اسماعيل عايز ارن كسلكشن. فسلكت الكلام ده وادوس اف 2 لان انا حاطط الكلام ده في ايه؟ للران سيليكشن. حاطط اف 2 للران سيليكشن. هتلاقيه بيكوبي الكلام ده هنا وبيرن. انت برضه عندك الفايل دلوقتي بقت 0 وبقت 1 نفس الكلام. في اي مشكله في الكلام ده؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب كلام لطيف. فانت دلوقتي تقدر تحط فيه كودز زي ما انت عاوز وتقف عندهم وتكمل وهكذا. ماشي. فانا دلوقتي اف 1 انا مشيت لحد اللاين ده. اف 3 اف 3 حطينا ايه؟ الستب. يعني ايه؟ اي ستيب لاين واحد بس. ماشي. فانا دلوقتي ادوس اف 3 عملت ايه؟ ستب على اللاين. ماشي. ستب كمان. يبقى انت حرفيا تقدر تمشي على الكود بتاعك لاين باي لاين. وكل ما تمشي على اللاين انت مش شايف الباير بتاعك ايه اخباره دلوقتي. ماشي. كل ده وده الماتلاب انت مجرد بتحط فيه بوينت وبتقعد تستخدم. ماشي. فتقدر ان انت تتريس الكود بتاعك بمنتهى السهوله. ماشي. عايز تفتح الفاريبلز بتاعتك اللي هي كلها ادي كنترول دي. تقدر ان انت تفتح اي فاريبل وبيقعد يحطهم في ويندوز جنب بعض. يعني ادي التي ادي الواي وهكذا. ماشي. وتقدر ان انت تشوف كل الفاريبلز بتاعتك بشكل ايه؟ بسيط خالص. في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب بص معايا كده احنا عايزين نعمل ايه عندنا هنا في الكود. انا هنا عايز ارسم كوزاين ساين ويفز اللي احنا بصينا عليهم واحنا بنرسم. ماشي. بس عايزين دلوقتي نبرمجهم بقى نشوف شكلهم عامل ازاي. فكل اللي انا عملته في الاول خالص ان انا عرفت الامبليتيود بتاع السيجنال بتاعتي. ممكن حد يجمع لي الباب. عرفت الامبليتيود بتاع السيجنال بتاعتي ان هو 1. ماشي. وعرفت حاجه اسمها السامبلنج ريت. ايه هو السامبلنج ريت؟
لا مش كل قد ايه عامل سامبلنج. لا السامبلنج ريت عامل زي الهرتز في الشاشه. هو الهرتز في الشاشه بيقول لك عدد الفريمز اللي فيه في الثانيه صح؟ السامبلنج ريت بيقول لك عدد السامبلز اللي في الثانيه. ماشي؟ فلو قلت لك مثلا ان انا عندي سامبلنج ريت 100 ماشي وعندي 2 سكندز بالظبط يبقى انا عندي كام سامبلنج؟ 200 ماشي يبقى السامبلنج ريت عدد السامبلنج اللي موجوده عندك في 1 سكند جميل كده؟ طيب فانا هنا عندي السامبلنج ريت بتاعي 100 ماشي وعايز ارسم كوزاين وساين ويفز. الكوزاين والساين ويفز دول هعمل لهم تايم فيكتور. انا عايز اعرف كل سامبل من ال 200 سامبلز دول التايم بتاعها ايه؟ عايز اعرف التايم بتاعها ايه؟ يعني ايه؟ يعني اول سامبل عندك خالص بتريبريزنت ايه؟ تايم زيرو صح؟ تايم زيرو مش كده؟ وبعد كده بمشي ستيب وبمشي ستيب وبمشي ستيب. الستيبس دي نفسها عباره عن ايه؟ سكندز او ملي سكندز. لا الستيبس اللي انا بمشيها دي على كل سامبل على كل سامبل بتكريسبوند لواحد على السامبل ريت. فكر فيها فكر فيها ما تحفظهاش فكر فيها. مش انت عندك 1 سكند؟ مش انت عندك 1 سكند؟ قلت لك ال 1 سكند فيها 100 سامبل فيها 100 سامبل تمام؟ فاول تايم هو تايم 0 تاني تايم هتزيد بواحد على 100 صح؟ هتزيد بواحد على 100 ليه؟ انك عارف ان عدد السامبلز جوه 100 صح؟ فاول واحده هي اول سامبل سامبل رقم ايه؟ 1 اخر واحده هي سامبل رقم 100 انت عارف ان السامبل رقم 100 بتكورسبوند لايه؟ ل 1 سكند مش كده؟ رقم 100 هيبقى 1 سكند معايا؟ فانت عايز تاخد ستيبس بايه؟ واحد على 100 واحد على 100 وتفضل تزيد لحد ما توصل ل 100 على 100 عشان تطلع لك 1 سكند صح ولا ايه؟ الكلام ده فيه مشكله؟ كلام بسيط خالص صح؟ عندك 1 سكند عارف اللينث بتاعها قد ايه؟ فبتقعد تستيب عليها لحد ما توصل ايه؟ لنهايتها جميل؟ طيب كلام جميل. فانا دلوقتي لو انت عايز تكونستراكت تايم فيكتور علشان يديفاين كل سامبل التايم بتاعها ايه؟ عرفت ان انت هتبدا من تايم زيرو هتستب واحد على السامبلنج ريت واحد على 100 تمام؟ لحد ما توصل للنهايه بتاعت التايم بتاعك. جميل؟ ايه مشكلة الكلام ده؟ طيب انا هنا قلت ايه اللي احنا عندنا ثانيتين عايزين السيجنال بتاعنا السيجنال بتاعتنا تترسم على ثانيتين ماشي وكل اللي عملته فيكتور يبدا من زيرو لحد 2 وكل مره بيستب بي واحد على السامبلنج ريت جميل طيب هنلاقي شخصيه جديده معانا اسمها فريكونسي فريكونسي ده بقى عباره عن ايه؟ الفريكونسي ده بقى عباره عن ايه؟ ارجع تاني فكر معايا كده في اليونت سيركل اللي جواها فيكتور بيلر بالظبط بالظبط تخيل الفيكتور اللي عمال يلف ده ماشي الفريكونسي عباره عن هو هيعمل كام لفه في الثانيه هيعمل كام لفه في الثانيه هو معلش الجو اللي هي في اخر اللاين ده دي 2 سكندز فانا عايز اقف عند ثانيتين بس فعملت فيكتور بيبدا من زيرو وبيوصل لحد 2 تمام والستبس بتاعته بواحد على السامبلنج ريت فكل مره بيزيد بواحد على السامبلنج ريت جميل طيب بقى تاني الفريكونسي عباره عن ايه؟ عباره عن الراديو بتاعنا بنمشيه اللي هو الستارت والستبس والاند اه يعني زي الرسم